نتواجد اليوم في قلب معسكر كوفل، هذا المعسكر الاستراتيجي الذي يقع في وسط مديرية صرواح. هنا وعلى بعد أكثر من 7 إلى 8 كيلوهات على مشارف مديرية مركز مديرية صرواح تدور مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هنا ومعنا أحد القادة الميدانيين أبو جهم الشليف، نريد منه أن يطلعنا حول طبيعة ما يدور في الجبهات وحول معسكر كوفل. ممكن تطلعنا يا شيخ حول ما يدور في الجبهات على مستوى وادي الربيعة ونصبان أتياس والأشقري وجبهة المشجح وما يدور حول الدعايات التي انتشرت حول معسكر كوفل؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما النصر إلا من عند الله، على أن لعنة الله على الكاذبين. هذه الكلمة أنا أكررها، ومثل ما قال محمد جميح، يكذبون كما يتنفسون. بالأمس أطالع ويتصلوا ببعض الأخوان هل قد وصلوا الطلعة الحمراء، فأنت اليوم في قلب معسكر كوفل، وإحنا تعمدنا أن نصور في نفس المعسكر، ولا خطوطنا الأمامية تبعد منا الآن 5 كيلو للأمام. على المواطن والمغرر به أن يعرف أن الجبهة الخطوط الأمامية بيننا وبينها من 5 كيلو إلى 6 كيلو. الآن جبال أتياس والربيعة مسيطر عليها سيطرة تامة والحمد لله، إلا تبت القعود مواقع ثابتة، إن تقدمت للأمام وإلا لن ترجع للخلف بإذن الله تعالى. الأشقري مسيطر، أحنا مسيطرين على الجهة الشرقية وهم على الجهة الغربية منا، فما هناك ما فيش هناك أي قلق من الجبهة أنها تهتز أو تتراجع للخلف إلا للأمام بإذن الله تعالى، وستسمع ما يسرك قريبا. إذن كما شاهدتم مشاهدينا، نحن كما قلت لكم في وسط معسكر كوفل، والجبهة تبعد على بعد مسافات. هناك تدور أعنف وأشرس المواجهات بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، معنويات الأبطال مرتفعة وفي أعلى مستوياتها. وفي معسكر كوفل يتواجد الأبطال المرابطون. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل، مأرب.